نعود مع مطلع هذه الحلقة إلى رسالة وصلت إلى البرنامج من إحدى الأخوات المستمعات، تقول المرسلة هاسين ألف: أختنا عرضنا جزءا كبيرا من أسئلتها في حلقة مضت، وبقي لها في هذه الحلقة سؤال واحد، وهو: إن من مات وهو صغير فهو في كفالة إبراهيم عليه السلام، هكذا أحفظ، ما معنى فهو في كفالة إبراهيم؟ جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أولاد المسلمين إذا ماتوا صغارا دون بلوغ الحلم يقال لهم الأفراط، يشفعون لآبائهم عند الله سبحانه وتعالى. الفرط معناه السابق، فرط عند العرب هو الذي يسبق إلى الماء، إلى مورد الماء، فهؤلاء يسموا أفراطا لأنهم سبقوا آبائهم إلى رحمة الله عز وجل وإلى الجنة. هذا في أولاد المسلمين. وقد جاء في الأحاديث بيان الفضل الكبير لمن مات له أولاد صغار وصبر واحتسب الأجر عند الله سبحانه وتعالى. وأما أنهم في كفالة إبراهيم فهذا لا أعرفه، ولكن في الدعاء الذي ورد أنه إذا صلي على الفرط يقال من جملة الدعاء: واجعله في كفالة إبراهيم. نعم.